على مساحة 25 ألف متر مربع داخل حرم المتحف الزراعي بالجيزة، عرضت أكثر من 170 شركة منتجاتها من نباتات الزينة والقطف والصبارات بأنواعها وأشكالها وأحجامها المختلفة. هذا المعرض هو لزهور الخريف الذي يقام لأول مرة هذا العام. زهور الخريف ده من أكثر النباتات اللي بتبقى موجودة فيه المزهرة، بنت الأنسل والأرولة وبعض الأبصال اللي هي بتبقى تزهر في الشتاء، زائد الجهنميات، زائد نباتات كتيرة، اندور بتبقى ملونة صفرة وبيضة وحمرة. بدور على زهرة القرنفل شتلات أو بذور لصديقة غالية على قلبي بتحب الوردة دي، بس أنا لما جيت المكان شفت حاجات تانية ما كنتش عارفاها، الناس مشكورين شرحوها لي، فبقيت بفكر بقى أن أنا أجيب العربية بكرة وأخد حاجات للبيت يعني. تهدف وزارة الزراعة بإقامة معرض زهور الخريف إلى دعم صناعة نباتات الزينة والزهور وزيادة صادرات مصر منها التي تقدر حاليا ب 52 مليون دولار وفقا لآخر الإحصائيات. بنبتدي تطوير المساحة الكبيرة اللي موجودة على أرض المتحف، ووجود المعرض فيها هيزود من عدد الزوار ويعرف الناس أكتر بالمتحف الزراعي اللي بيعبر عن تاريخ مصر على مدى آلاف السنين، واحنا فخورين بتاريخ مصر انها هي الرائدة في الزراعة على مستوى العالم. المصريين هم اول من بعمل الزراعة المنظمة وتعملت حضارة وادي النيل، وبالتالي اعتقد البقعة اللي احنا موجودين فيها بهذا الاهتمام وهذا الاعتناء مهمة جدا، بالإضافة الى دعم صناعة الزهور وصناعة الحدائق. أكثر من 130 صنفاً متنوعاً من الأزهار والأشجار والشجيرات أتاحهم المعرض للجمهور، بالإضافة إلى اللاندسكيب وغيرها من مستلزمات الحدائق والديكور المنزلي. زهور وشجيرات وأشجار ما بين الزينة والقطف عرضت في معرض زهور الخريف الأول لعام 2019 الذي تقيمه وزارة الزراعة. هذا المعرض يتيح الفرصة للشركات لتسويق منتجاتهم الزراعية ويمد المواطنين بالزهور طوال العام. محمد عاطف، الغد، القاهرة.